اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، جبت لكم معايا لعبه جديده اسمها بانش مانز الايف. كنا عملنا مع بعض قبل كده بيها كائن الارنب الغريب قوي ده اللي فيه كور عماله بتتهز جامد جدا. يا ترى بقى هيكون شكله عامل ازاي النهارده؟ بقى هنعمل كائن جديد اكشن باك. بصوا فيها بقى موتور، بصوا في هنا كتكوت وفي هنا ارنب وفي ديناصور. الله، وهنا بصوا عاملين بقى كابوريا. هنا في كل الخطوات بقى جوه، في كور كتير قوي نقدر ان احنا نشكلها مع الكرة اللي بتنط جامد جدا وتقعد تجري بيها. الله، انا عجباني جدا اللعبة الفظيعة دي. هنفتحها بقى كده وهنحط بقى ده كده اهو. بصوا الله، ده الكائن اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. المرة دي بقى هنعمل كائن تاني. كنا شغلنا اللعبة وقعد بقى يجري. هنفك بقى الحاجات اللي احنا عملناها فيه ونعمل بقى واحد تاني من الاول. وكتير هدوس بقى كده اون. بص بقى الكرة بتتهز جامد ازاي. اوكي، الله، هنا بقى ده العينين. واو، بصوا هنا بقى في عندنا زي الخفاش واللسان والعينين. يا ترى بقى لما يجي نركبه هيطلع كائن ايه؟ هنشوف مع بعض. بصوا هنا بقى في شكل البطة. هنا دي بقيت بقى الاجزاء بتاعته، نبتدي بقى ان احنا نركبه مع بعض دلوقتي اهو. هنا بقى الايه اهو، بنحط بقى الاجزاء. اهو بقى بصوا ركبتهم كلهم بطريقة الالوان. هوريكم في الاخر بقى بركبهم كده ليه. الله، شفتوا بقى ركبت الكرة كلها اهي. بص بقى، الله، جميلة جدا. ممكن نعملها بقى الورد بألوان مختلفة اهو. اهي كده، بص شكلها بقى كورة. ممكن نشغلها نلعب بقى بيها كده، مش لازم ان احنا نعمل فيها حاجة. بص، اوه، هنحط بقى ده كده. بص شكلها اهي، ده كتكوت. هنحط بقى كده العينين بتاعته. بس كتكوت وعنده أجنحة ديناصور تقريبا. أجنحة خفاش، هو مش كتكوت، هو خفاش، بس البق بتاعه شبه كتكوت قوي. كائن غريب ومحطوط بقى فيه كذا ألوان. ممكن نكمل بقى بقية الألوان دي ونحطهم بأسلوب تاني. الله، بس عملت له بقى قرنين، شكله بيضحك قوي. تلات قرون اهو. ونجيب بقى بقية الكور ونركبهم بقى ونكمل بقية الأجزاء اللي احنا عايزين نعملها. بص عملتله بقى كده ديل. شكله فعلا جامد قوي. ده الكور السودا. الله، شفتوا بقى كتكوت شكله جامد ازاي. لا واو، والديل بتاعه كمان جامد قوي. واو، لا فعلا عجبني قوي قوي الكتكوت الكائن اللي احنا الفظيع اللي احنا عملناه ده. قولولي بقى في الكومنتات رأيكم فيه. ممكن نختاره ده تبقى نشوف هينط ازاي ولا هيقع ولا لأ. اوكي،
اوكي بص بقى بيجري شكله جامد ازاي، الله بس انه عمال بيبقبق كده. ممكن نركبهم بقى كده. الله شفت شكله حلو ازاي. لا انا عن نفسي عجبني قوي 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 الكتكوت الفظيع ده. قوليلي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيه. الله انا عن نفسي عجبني قوي قوي قوي. وشكل الشعر بقى الكورة اللي عليه شكلها شبه الشعر دي جامدة جدا. ايه بقى في الكومنتات رأيكم فيه. بليز منسوش انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيال في الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي. باي باي.